تعيش وتفتكر يا مجدي. بص بقى، انا صممت ان احنا نخرج النهارده بره البيت، قلت تحاول تغير جو شويه وتنسى الذكريات المؤلمه اللي انت عايش فيها بقالك سنين دي يا مجدي. انسى؟ يا ريتني اقدر انسى اختي. انا مشكلتي ان انا فاكر اللي حصل زي ما يكون النهارده. لو انسى يمكن اقدر ارتاح. انا فاكر اللي حصل زي ما يكون دلوقتي. كنا طالعين من المول، قلت لهم استنوني هنا، انا هاجي بالعربيه والف لكم واجي خليكم فوق الرصيف. قالوا لي حاضر، وانا بلف بالعربيه بس لقيتهم بيعدوا وعربيه طايشه بتخبط وبتخبط. لقيتهم شايفين في دم. انا السنة انا اللي تاخرت عليه ومن السماء. Watch it.